السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا، يا رب الكل يكون بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عملت لكم جولة صغيرة للشباب اللي حابة تعرف الموديلات والأشكال والخامات والأسعار بتاعة الكوتشيات الشبابي أو الرجالي اللي موجودة في الأسواق. السنتر اللي أنا موجودة فيه ده لقيت فيه قسم كبير للشباب الكاجوال بقى والرجالي، لقيت فيه هناك كوتشيات حلوة قوي وشكلها كويس وسعرها كمان كان مفاجأة. الأسعار بتبتدي من 75 جنيه لحد 120 جنيه، فعشان كده عملت لكم الجولة الصغيرة دي اللي حابب يعرف الموديلات وكمان الأسعار. هنصور كده الموديلات اللي موجودة مع بعض. طبعا أنا عملت كذا جولة في السنتر ده عن الكوتشيات البناتي وكمان الأطفال، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف أو في شاشة النهاية اللي حابب يتفرج على السنتر كامل. طبعا هناك السنتر شامل بنات وأطفال وشباب ورجالي، وكمان في شنط، عشان كده عملت لكم فيه كذا جولة. وكمان الخامات كويسة جدا والأسعار حلوة جدا وكانت مفاجأة بصراحة. الكوتشيات هناك بتبتدي من 75 ل70 جنيه ل80 جنيه، في ب100 جنيه، هناك أسعار كويسة قوي وفي متناول الجميع. كمان شكل الكوتشيات حلو قوي وشيك جدا. طبعا اللون الأبيض مكتسح في المحلات، نازل موضة السنة دي ونازل منه أشكال كويسة قوي، عشان كده حبيت ان انا اوريكم الموديلات. شايفين الكوتشيات عامله ازاي، بصراحه كلها اجمل من بعض. هناك طبعا جميع المقاسات موجوده، حتى المقاسات الخاصه اللي هي المقاسات الكبيره 48 و 46، المقاسات دي كلها موجوده هناك. يعني المقاسات الخاصه دي في ناس بتدوخ على ما بتلاقيها، لا هناك بصراحه اتفاجئت ان في قسم خاص للمقاسات الخاصه اللي هي الكبيره. شايفين هناك بصراحه في تشكيله كبيره جدا. كمان في اللي هي الاحذيه الجلد، تشكيله كويسه جدا زي ما قلت والاسعار معقوله. اللي حابب يعرف عنوان السنتر بالتفصيل اكتب لي في التعليق وباذن الله هرد عليه وهكتب له العنوان بالتفصيل. هنا برضو في تشكيله كويسه قوي، تشكيله بجميع الالوان. طبعا الكوتشي محطوط مقاساته والوانه كلها، شايفين بجد في هناك حاجات تحفه والاسعار زي ما قلت كانت مفاجاه. ده برضو كويس جدا شكله حلو، ده برضو حلو قوي. شوفوا سعره يا جماعه، مسعر ب 85 جنيه بس، سعره 85. الكوتشي ده برضو مسعر ب 120. ده برضو كويس جدا، اللون الابيض زي ما قلت مكتسح السنه دي، نازل موضه السنه دي، كل الناس جايبه كوتشيات بيضه. دوت برضو حلو. في هنا كوتشي برضو اهو، شايفين الكوتشي ده يا جماعه حلو برضو كويس قوي، 70 جنيه الكوتشي ده. ده برضو كويس شكله حلو، كمان سعره مفاجأة 70 جنيه. طبعا بعد الخصم 50 جنيه، يعني الكوتشي اللي فات ده اللي انتوا شفتوه ب50 جنيه بس. ياريت يا جماعة الجولة تعجبكم، هستنى تعليقاتكم، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا في القناة، تعملوا لايك للفيديو، تفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتي.